حصل ولا ما حصلش. دايموند عبود اكلها هايل تحفه اللي بتطبخه. يعني كده الا كشك. انا بالنسبه لي كده الا في مره في حد بس هي ليه مش واثقه في نفسي؟ لا انا واثقه بس ايوه. الا ايه بقى؟ الا بقى ايه، في مره كده كنا ايه زعلانين من بعض شويه وانا كنت في الاستوديو تحت، فهي حابه تصالحني قالت لي ايه تعالى انا اطلع انا عامله لك كشك. فقلت كشك، انا بحب كشك جدا وعارف ان طعم الكشك ده وجايباه معايا من لبنان. فقلت اكيد ده كشك بقى، الكشك بتاعنا ده الابيض ده الكريمي ده والبصل عليه كده. فطلعت وطبعا كان ايه، انا هي يعني انا قدرت جدا ان هي بتعمل كده عشان نبدا يعني فراح ادتني طبق كده زي الشوربه تمام لونه ابيض، شوربه ابيض. فانا قلت ايه اكيد هو الكشك بتاعنا بس من غير البصل، يعني ما عليهوش البصل على الوش. قلت يا وطنش يعني اكمل الاكل للاخر بس. فرحت واخد اول معلقه من هنا وما قدرتش بقى ايه، لقيت طعم تاني، لقيت طعم تاني مملح جدا. لا مش مملح، لا هو طعمه حامض يعني هم شوية حامض مزز قوي. مش قوي ده، مش قوي ده بالنسبه لي كان قوي. لا هو هل مش بيحب مش بيحب الليمون وما بيحبش لا بحب الليمون بس استخدامه زياده عن اللزوم بيضيع طعم الاكله نفسه. يعني بص يا هاني يحضرني الان مثل مصر الشهير اسمه هو اكل ولا بحلقه. لا كانت بتصالحك. لا طبعا اي حاجه تاكلها. لسه بكمل لا خليك لا حرام اقلش حاجه. انا ما قلتش اصلا الا قدام باباها ومامتها بعدها بسنتين. يعني ده سبت في قلبك. انا اكلت انا اكلت تماما وتمام جدا. فجت مره قالت لي نعمل لك كشك، قلت لهم لا مش هتعملوا لي كشك. حصل ولا ما حصلش احيانا مراتي بتقول كلام ما بفهموش او جوزي بيقول كلام ما بفهموش؟ حصل يعني. دلوقتي اقل بس في الاول كده ايه اللي كان ممكن يقوله وانت بتفهموه؟ لا في حاجات كتير يعني كان طريقه التعبير عن الفكره نفسها مختلفه فما كنتش افهم. في حاجه الكالتشر نفسها اللي هو ايه، حد يكلمنا مثلا من اصحابنا، يعني تخيل مثلا علي كلمنا وقال لنا يمكن اعدي عليكم بكره، ممكن اعدي عليكم بكره. دي كلمه عاديه. ممكن حتى يعدي بقى الاسبوع الجاي. مش يمكن، هعدي. لا او هعدي عليكم بكره او لا يعني هشوف هعدي عليكم. لا اصل خد بالك، ما هي هعدي دي هو لو جاي بالزبط. اكيد انا جاي لكم بكره. لا انا بالنسبه لي هو جاي، لكن هعدي دي ممكن. لا انا بس يعني مايت اور مايت نوت. لا احنا من الساعه 8 الصبح بقى تصحى بدري وتبدا تحضر وتجهز، وانا اقوم اقول لها هو في احنا عندنا عزومه؟ في حد جاي النهارده؟ تقول لي ايوه مش فلان كلمك امبارح وكلمني امبارح وقال هعدي؟ قلت لها لا هعدي دي اشرح لها يا علي يعدي لما تقول هعدي عليك بعدين بقى. لا انا هعدي، هو ما قالش تاريخ اولا وما قالش ساعه. ايوه فهعدي دي في المستقبل. خلاص انا خلاص استني بقى. فانا كنت بصدق في الاول بعدين خلاص المستقبل المطلق فبعدين خلاص هعدي مش هعدي.